ندرك إدراك اليقين كذلك أن العديد ما زالوا يعانون من مشاكل هذا السكن، ونحن نعمل بكل ما أوتينا من قوة من أجل إيجاد الحلول. عملنا في السابق وقمنا بتوزيع العديد من السكنات، سكنات التنقيط على مستوى ولاية وهران، عملنا كذلك على إزالة الأحياء القصديرية. ستتواصل العملية إن شاء الله بمناسبة ذكرى 5 جويلية. اليوم في 6183 سكن ستوزع، في عمليات كذلك بعدين ستأتي خاصة يعني في ما يخص القضاء على السكنات الهشة، وكذلك يعني القضاء على البيوت القصديرية. لن نتوقف إلى غاية إسكان آخر مواطن يعاني من إشكالية السكن في ولاية وهران. سنعمل بمعية السيد وزير السكن والعمران والمدينة كذلك على ضخ برامج جديدة من أجل التكفل بالأحياء التي هي يعني غير موجود لها برامج مخصصة من أجل القضاء عليها، وسنعمل كذلك على إضافة برامج أخرى من أجل التكفل بكل طالب السكن، سواء السكن الاجتماعي أو السكنات الهشة أو السكنات القديمة. فما أقوله إلى ساكنة الولاية، وأنا صادق في كل كلمة أقولها، قلهم صبروا معنا برك الأمور مش بالسهولة اللي راهم يتصوروها الناس، فالأمر معقد ومعقد جدا. والله العظيم صدقوني لو كنت أملك خاتم سليمان دور الحل مشاكلكم، والله العظيم ما نبقى نعيش. والله العظيم صدقوني ما نعطيكمش السكن غير كل واحد نعطيه قصر. هذه ما هي إلا يعني دفعة أولى، تليها إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة دفعات أخرى. لجان الدوائر تشتغل يعني على ملف توزيع السكنات، وهي اليوم يعني في مرحلة جد متقدمة. في نظن باش 15-20 يوم سيتم الإعلان على العديد من القوائم عبر العديد من البلديات. التأخر هذا راجع إلى يعني تجند رؤساء البلديات والدوائر كذلك في عملية تحضير لألعاب البحر الأبيض المتوسط، ولكن كان فيها مجهود. نظن بلي باش اليوم 6000 يعني 6183 مسكن هو كذلك رقم يعني كبير وكبير جدا. نلاحظوا يعني على مستوى كل ولايات الوطن يعني عدد كبير من السكنات يوزع، فهذا يدخل في اطار كذلك تحسين يعني حياه ساكنه ولايه وهران. ونحن يعني تطرقت انا شخصيا يعني في الكلمه الافتتاحيه وقلت بلي باش نحن ندرك ادراك اليقين انه مشكل السكن هو المشكل رقم واحد بالنسبه لساكنه الولايه. ندرك انه يوجد فيه العديد من البيوت الهشه، ندرك انه يوجد فيه كذلك العديد من طالبي السكن بالتنقيط، ندرك كذلك انه فيه كذلك العديد من يعني المجمعات السكنيه كذلك يعني الهشه. ونحن نعمل على ان نجد الحلول اللازمه في مختلف الصياغ. فالسكن الاجتماعي يعني قمنا بحد الساعه يعني بتوزيع اكثر من 10000 وحده سكنيه منذ قدومي الى ولايه وهران.
فيه كذلك يعني العمليات نتاع الترحيل للناس اللي ساكنه في البناء الهش، كذلك في العمليات نتاع الترحيل اللي عرفتها الولايه، وهذه العمليات ستتولى ان شاء الله في الايام القليله القادمه. احنا كنا قلنا باللي باش سنعمل على ازاله كل الاكواخ المتواجده على مستوى الولايه، في كذلك نحن نعمل مع السيد وزير السكن والعمران والمدينه من اجل كذلك يعني ايجاد الحلول اللازمه ببرامج جديده كذلك التي ستعطى الى الولايه، وان شاء الله سيكون هدف الخير. وحتى يعني الاحياء اللي اليوم ما عندهاش سكنات، كاين احياء قصديريه اللي ما عندهاش سكنات يعني من اجل ترحيل قاطنيها، سنعمل على ايجاد البرامج اللازمه من اجل كذلك القضاء عليها في القريب العاجل. فنطلب من ساكنه الولايه يعني نقول لهم اصبروا معنا، الامور مش بالسهوله اللي رانا نتصوروها، مش قضيه نتاع 1000 و2000 و5000 ولا حتى 10000 و20000 سكن، فالعدد كبير وكبير جدا. فانتم تدركون انه يعني فيه العديد من البنايات القديمه على مستوى وسط المدينه، يعني الناس تقيم في ظروف صعبه، وجب علينا كذلك ترحيلهم وايجاد الحلول لهم. في كذلك يعني البيوت القصديريه كذلك المتواجده بكثره على مستوى الولايه، يعني في احياء اللي فيها اكثر من 4000 و5000 يعني بيت قصديري، فهذه الامور هذه ليس بالامور السهله، ولو نصبروا معنا نحن نعمل بالجديه اللازمه، نحن نعمل من اجل ان نتكفل بكل مشاكل يعني مواطن وساكنة الولايه، ولكن نصبروا معنا شويه، فالوقت ان شاء الله هو اللي راح يثبت باللي باش يعني نحن صادقين فيما نقول، والدوله الجزائريه لن تتخلى على ابنائها ابدا.